من المقفول لأقصى المكشوف، بداية من عهد الفراعنة ولحد الساحل الشمالي. تاريخ تطور بدلة الرأس الشرقي. مجرد ما بتسمع جملة الرأس الشرقي بيجي في بالك على طول مصر، اللي تعتبر رائدة من أيام الفراعنة في النوع ده من الفن بكل مراحله وتطوره. وعشان زيه زي أي فن بيمر بمراحل طبيعية، بيتطور وبيتدهور، وكل فترة لازم حد يطلع من مجتمع الراقصات يثير الجدل، إما برأسة أو بتصرف أو حتى بالبدلة، والبدلة تحديداً العامل المشترك والمتغير مع تغير الوقت والزمن، وخاصة في الوقت الحالي مع سيطرة الراقصات الأجانب على الرأس الشرقي في مصر. وفي البداية كده خلينا نتفق إن بدل الرأس فن زيها زي الرأس نفسه، وليها ناسها متخصصة بتعملها ومش أي حد يقدر يقدمها. وفي مجتمع الراقصات تعتبر البدلة تحفة فنية ومن أهم مقتنياتهم. يعني مثلا اتكلمت الراقصة المهندسة إيمي سلطان، واللي قالت إن كل موسم بالنسبة لها بيبقى له عدد بدل معين، وسعر البدلة ممكن يوصل لخمسة وتلاتين واربعين ألف جنيه في العادي، وهي نفسها لبست بدلة سعرها 4 مليون جنيه عشان كانت بترقص في حدث ملكي. ومن وجهة نظرها إن الرأس من الفنون الراقية، والبدلة كمان قطعة قيمة لازم ما تكونش مبتذلة، وده عكس اللي بنشوفه مؤخرا من بعض الراقصات اللي كل بدلهم بقت مبتذلة ومثيرة للجدل، وآخرهم كانت الراقصة حورية اللي تقريبا بتبقى لابسة بدلة كشفة جسمها كله، وتعرضت لانتقادات كتير من مجتمع الراقصات نفسه، وأبرزهم الفنانة نجوى فؤاد اللي قالت إن اللي بيقدموه ده مش رأس وعري ولازم يحتشموا، على الرغم من إن نجوى فؤاد كانت من أول المتمردين على القوانين الرقابية فرضت على بدل الرأس أيامها، وكانت إن البدلة ما ينفعش تكون مكشوفة من عند البطن، فكانت نجوى فؤاد بتعند وبتكشف البطن. وعدت بدل الرأس بمراحل كتير وتحولات من بدايتها من أيام الفراعنة، اللي كانوا من أول الشعوب اللي عرفوا الرأس على هيئة الطقوس الدينية. وكانت بدل الرأس أيام الفراعنة عبارة عن قطعة من الملابس وعليها رسومات فرعونية تتميز بالطول والنقوش من فوق وحتى الرجل. أما في الثقافة التركية والفارسية، بدأت البدل تستوحى من الثقافة التركية، وفي عصر السلاطين كانت عبارة عن بنطلون واسع وقطع علوية بتغطي الصدر والبطن. أما في النص الأول من القرن العشرين، فكان وقت ظهور بديعة مصباني، أشهر الراقصات اللي عاشت فترة من حياتها في مصر، أسست فرقة خاصة بيها في الرقص والتمثيل والمسرح، وخرجت منها معظم فنانين مصر في الوقت ده. وكان وقتها بدل الرقص بتغطي الصدر والبطن، لكن بديعة طبعا كانت ليها بصمة خاصة، فدخلت عليها الإكسسوارات في الإيدين وعلى الصدر والرقص. فضلت بديعة مسيطرة على عالم الرقص والفن في مصر، وخرجت من تحت إيديها نجوم اتبنى عليهم بعد كده تاريخ الرقص الشرقي. تعتبر فترة الخمسينات هي العصر الذهبي للرقص الشرقي في مصر، منهم سامية جمال، نعيمة عاكف، تحية كاريوكا. وكانت البدل وقتها فيها شيء أكتر من الأنوثة والدلال، وتميزت بأشكالها المتعددة والنقوش المختلفة مع الاحتفاظ بفكرة الأكسسوارات الخاصة بكل واحدة. ترجع البدل تاني لعصر البنطلون، واللي كان في الوقت ده الموضة السايدة في الفاشن عموما. ورجعت تاني البدل المتكونة من قطعتين، البنطلون الواسع والجزء العلوي الخاص بتغطية الصدر والبطن. وفي السبعينات كانت أبرز الراقصات في الوقت ده نجوى فؤاد وفيفي عبده، وكانت بدلهم أغلبها متغطية من ناحية البطن بقطعة من الشيفون بأشكال مختلفة ومتنوعة، سواء القطعتين الموصولين بجزء من الشيفون من عند البطن وفتحة من عند الرجل، أو حتى بدل أشبه شوية بالفساتين السواري. وفي الوقت ده بدأت تتحط قواعد ومعايير بتنظم المواصفات اللي تتنفس بيها بدل الرأس، وبدأت تدخل الألوان بشكل أكبر في الثمانينات عشان تبقى السيد في البدل، هي اللي بتغطي الجسم كله بقماش من الليكرا ومعاه فتحة في الجنب، واستمرت لحد الجلابية الليكرا الملونة والمخططة في فترة التسعينات، وألوانها بقت زاهية أكتر، الأحمر والأخضر والأزرق والبرتقاني مع العصاية اللي كانت بتكمل اللوك، واشتهرت بيها فيفي عبده ولوسي. مع بداية الألفية الجديدة بدل فيفي عبده بدأت تتفنن، فاشتهرت بالرأس بالجلابية البيضة مع الكعب العالي والطاقية، مع استمرار البدل بشكلها التقليدي في عصر سامية جمال. ومع دخول كمان الراقصات الأجانب بدأت كل الأشكال والألوان القديم والجديد كله موجود، البدل الليكرا المغطية الجسم كله واللي عبارة عن قطعتين. ومن أشهر الراقصات المصريات دلوقتي دينا، وعادة بتحاول الراقصات الأجانب تحديدا جذب الجمهور بالبدل الشرقية القديمة، وأشهرهم صافينار ولورديانا وجوهرها.